شفت نوم سلابته لابته وقفة شوميلة 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 يا سلام على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. تهانينا والف مبروك لمالك شما 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 مع الشوط الرئيسي محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل. سلام يا المهيب سلام. تهانينا والف مبروك ناصر بن محمد الشنجل، تستاهل فوز شما بالشوط الرئيسي الانتاج. تستاهل خير، الله يطول عمرك وبريك. دائما شعار المهيب ما يغيب من الاشواط الرئيسيه، وهذا دليل الليله فوزكم بالشوط الرئيسي. اللهم لك الحمد لك الشكر، هذا عاده معود شعار. بس البكره انتاج. اي نعم طبعا، دائما تعودتونا على المشتريات، حضوركم في المشتريات وفي الانتاج بعد. اللهم لك الحمد، الصبغ موجود بالشركة في الانتاج وفي المشترى. اهم شيء وجود المهيب ابو ناصر داعم لهذا الشعار، بيكون ان شاء الله في القمة. الله يطول عمرك، والله ان شاء الله موجود في كل الاشواط ان شاء الله. وش سلالة شمة؟ سلالة ابوها مربوك من شافي، امها ناقة سبوك. نعم. اي نعم. امها تقول ناقة سبوك، وش انجازات امها قبل؟ ماخذ سيارة طال عمرك. ماخذ سيارة؟ اي نعم. ما شاء الله، السبوك يا ناصر جيب السبوك. صح؟ هذا ما يبغى كلام هذا. اذا انتجت المطيه السبوق تستفيد من انتاجه. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. نعم، وش مشاركاتها البكره قبل الليله؟ ذكرنا. مشتركه المحل الثاني، هذا ثاني اشتراك لها. سابقه. اي نعم، الشوط الاول انتاج. ما شاء الله تبارك الله. الله يوفقكم يا ابو محمد، وهذا الفوز لنا مسلم انت تهديه. اياك الله يطول عمرك، اهديه سمو الامير والوالد الله يطول عمره، جميع محبين شعار الشنجل. يضل وجهك يا ابو محمد، جعلنا مسلم دائم، شكرا جزيلا. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا.